أتمنى يستمرون على نفس النحو. بالنسبة لبقية سيارات الصالون أفضلها باعتقادي وتجربتي الشخصية الآي إس بعدين الجي إس. بالنسبة للآر سي توب. كلمة واحدة تعبر عن اللي صار قبل شوي في هذه الحلبة. واو، so I'm so excited about to drive Odyssey F. ما شاء الله، انا من اول ما طلعت فيه سياره ديلي يوز، يعني انا اعتقد يعني راح تكون هي جدا ناجحه السياره. It's pretty bad as in the basic, very nice. The power is immediate, the grip is amazing and the handling is precise, absolutely precise. I was driving a monster.